كلنا عارفين إلى ما يقرب من 3/4 الكوكب مغطى بالمية، واللي تحت السطح بيخفي أكثر الأنواع البحرية غير المكتشفة حتى الآن، وفي كنوز كثيرة في قاع البحر لم تكتشف بعد. تم تسجيل المعابر البحرية من 60 إلى 70 ألف سنة مضت. ياريت نعمل لايك للفيديو لو عجبنا ونشترك في القناة علشان يوصلنا كل الإشعارات إن شاء الله، ونفعل زر الجرس. بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. أول ما اكتشف الناس الثقافات الأخرى والتعرف عليها، بدأت التجارة باستخدام السفن لنقل البضائع غير الموجودة على أراضيهم، وتم استخدام السفن لنقل البضائع بما في ذلك المعادن الثمينة. ومع كده ما كانش كل التاريخ البحري بيبحر بسلاسة، واللي حصل للسفن اللي مش وصلت مع شحنتهم الثمينة دي. الشحنات دي لحد الآن تعتبر من أحلام الباحثين عن الكنوز، لأن هي لسه لحد الآن في قاع المحيط. على الرغم من وجود العديد من الكنوز المعروفة وغير المعروفة واللي ما زالت مفقودة، فإننا نفحص بعضا من أعظم الكنوز اللي تم العثور عليها على الإطلاق. دي سفينة شحن كانت بتنقل الفضة والذهب والتوابل من أوراغواي إلى أسبانيا، عندما طلبت البحرية البريطانية بتفتيش السفينة قبالة ساحل البرتغال مباشرة. رفض الأسبان التفتيش وحصل معركة كبيرة جدا. خسرت السفينة المعركة ضد 4 سفن واللي كانت تابعة للبحرية الملكية البريطانية، وغرقت في قاع المحيط الأطلسي وعلى متنها أكثر من 200 مليون شخص. استغرق الأمر رصاصة واحدة منهم فقط للتسبب في غرقه. تم إنقاذ الناجين، لكن للأسف أصبحوا مساجين، لكن السجن أفضل بكتير من الغرق في البحر. أوديسي مارين دي بقى اكتشفت السفينة لأول مرة في عام 2007، واعتبرت إنها سفينة بريطانية، وبيعتقد إنها غرقت في عام 1641. ومع كده ما كانش الباحثون هم حافظة الكنز الضخم واللي بتبلغ قيمته 500 مليون دولار. رفعت الحكومة الأسبانية دعوى قضائية ضد فريق الاستكشاف في عام 2012، واستردت جميع الغنائم اللي كانت لهم بحق 17 طن من الفضة ومئات العملات الذهبية. سافر معرض سياحي واسع النطاق للكنز وتاريخ حطام السفينة إلى العديد من المتاحف العامة الأسبانية، بما في ذلك المتحف البحري الأسباني والمتحف الأثري الوطني في إسبانيا. إس إس كيريسوبا دي سفينة شحن بريطانية. إس إس كيريسوبا السفينة دي عائدة من الهند وبتحمل حمولة ثقيلة من سبائك الفضة. أول ما ظهرت عاصفة شديدة غير الأبطال مسار السفينة علشان يتوجه نحو أيرلندا بدلا من إنجلترا، ولسوء الحظ كان عام 1941 خلال دورة الحرب العالمية الثانية. في طيارة ألمانية شافت السفينة ورأت موقعها وأرسلت الموقع إلى زاروق ألماني. الزاروق ده أطلق النار على توربيد في السفينة إس إس جيروسوبا وتحطمت السفينة، وده أدى إلى مقتل 85 من الركاب. أما الباحثون عن الكنز واللي عرفوا إن كان في فضة يمكن العثور عليها من فترة طويلة، وسعوا للحصول على السفينة بعد انتهاء الحرب. اكتشف فريق أوليسي مارين ذلك في عام 2011 على أكثر من 14 ألف قدم تحت سطح الأرض. من أول اكتشاف تم استرداد أكثر من 110 طن من سبائك الفضة من إس إس جايرسوبا. بعد ما طرحوا تكاليف التشغيل، تمكن فريق من الاحتفاظ بنسبة 80% من الاكتشاف وال20% الباقيين للبلد، وتم استرداد الرسائل والزجاجات وأبريق الشاي وأغطية الحرير وعرضها في معرض أصوات من الأعمال في متحف بريد بلندن. تم بناء ميناء قيصرية القديم ويقال من قبل هيرودوس الكبير بعد فترة وجيزة من احتلال الرومان للمنطقة خلال حكم كليوباترا تحت سلطة الإمبراطورية الرومانية والعاصمة البيزنطية حتى الحروب الصليبية. كانت قيصرية دي مدينة ساحلية مهمة في العالم القديم. في عام 2016 اكتشف غواصان بالقرب من الميناء سفينة غرقانة من الأيام الرومانية، وكان حطام السفينة البالغ من العمر 1700 عام، كان مليان بالتمثيل البرونزية والعملات المعدنية والفخار، واللي أصبحت الآن جزءا من سلطة الأثار. قيصرية الذهب دي مش كان الكنز الوحيد اللي تم العثور عليه في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة. قرأت أحواض القيصرية القديمة قرون، لكنها كشفت في النهاية عن وجود الذهب أيضا. عثر الغواصون اللي اكتشفوا الأحواض القديمة تحت الماء في عام 2015 على 2000 عملة ذهبية، وتم عرض الكنز عام 2018 في متحف نافيسترا سينورا دي فوتشا. أول ما غرقت السفينة نافيسترا قبالة فلوريدا كيز في عام 1622، كل اللي في السفينة غرق إلا 5 كانوا على متن السفينة الأسبانية. كانت السفينة بتبحر في طريقها لمحطتها الأخيرة في هافانا أول ما غرقت بسبب إعصار. السفينة كانت عائدة من كولومبيا وبنما، وقامت بتخزين أي مساحة متوفرة لديها بالذهب والأحجار الكريمة والنحاس والفضة للملك فيليب الرابع. أما الكنوز اللي لقيوها على السفينة، اكتشفها الباحث عن الكنز ميل فيتشر، واكتشف حطام السفينة في عام 1985، ووصفها بالأم الأصلية واللي قدرت قيمتها ب 450 مليون دولار. ولو عايز تشوف بعض الاكتشافات عن الكنز ده هتلاقيه في متحف ميل فيتشر البحري في كي ويست بولاية فلوريدا.
سانتا مارغريتا. أتوتشري اسم سفينة أسبانية، مش هي الوحيدة اللي خسرت، لكن هي كانت جزء من قافلة من 28 سفينة كانت مليانة على آخرها مجوهرات وذهب وفضة. الإعصار اللي غرق السفينة أتوتشا فرق كل السفن عن بعضها البعض، وفي 8 من السفن دول اختفوا، وكانت واحدة من السفن دي السفينة جاليون سانتا مارغريتا. بعد اكتشاف السفينة أتوتشا بدأت شركة ميل فيشر إن هي تدور على سانتا مارغريتا، على الرغم من وفاته في عام 1998. في عام 2009 تم الكشف عن ما يقرب من 20 مليون دولار من سبائك الذهب والعملات الفضية وحوالي 10,000 لآلة، ولسه البحث شغال حتى الآن، وبشير السجلات إلى فقدان 50 مليون دولار آخر من السبائك والقطع النقدية الفضية. الصول الكنز 1715. ما تخلتش أسبانيا عن الحصول عن الذهب بعد خسارة سفنها عام 1622. في عام 1715 غادر أسطول السفن من هافانا إلى أسبانيا، وهي محملة بالذهب والأحجار الكريمة الموجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية، والمعروفة باسم 1715 أو كنز الأسطول. اكتشف الغواصون في غضون 15 قدم من الماء بقيمة مليون دولار من العملات الذهبية والمجوهرات في عام 2014، وتم الاتصال بالغواصين أول ما لقيت عيلة كانوا بتمشوا على طول ساحل في شرق فلوريدا على سلسلة ذهبية. كنز سان خوسي. بدأت العديد من السفن واللي بتحمل كنز لأسبانيا في كارتخينا كولومبيا في عام 1708، حملوا السفينة سان خوسي جاليون بالزمرد والذهب والفضة أول ما هجم عليهم البريطانيون، علشان طبعا يهربوا بالذهب ده. والسفينة في وسط البحر اشتبكت وخسرت وغرقت في البحر، وفقدت كل بضائعها في قاع المحيط، وخسرت حوالي 600 من أفراد طاقم السفينة. واستغرق اكتشاف سان خوسي ما يقرب من 300 عام، مع كنوزها البلغة حوالي 20 مليار دولار، وكل الكنوز كانت بحالة جيدة. دي مدينة هيراكليون القديمة، واللي بتسمى أيضا باسم زينوس هيراكليون. دي كانت وقتها مدينة ميناء مهمة خلال عصرها، بيقال إن هي تأسست في حوالي القرن الثامن قبل الميلاد، وكانت المدينة بتقع عند مصب نهر النيل، والكارثة حصلت عندما شهرت المدينة زلزال شديد يتسبب في تسونامي عملاق. انهارت كل المباني في البحر وتم التخلي عن المدينة. في عالم أثار متخصص في اكتشاف الأثار اللي تحت الماء اسمه فرانك جوديو، اكتشف المدينة القديمة تحت البحر عام 2000، ومن حظهم إن المياه المالحة آمن بدور كبير إن هي تحافظ على التماثيل والمباني وبقايا المدينة القديمة وجواهر وعملات معدنية وتحف ثمينة، واللي جعلت الاكتشاف ده لا يقدر بثمن. بآخرة نورث كارولينا دي سفينة للركاب وغرقت بعد عامين فقط من بولاسكي، ولكن المرة دي غرقت على ساحل كارولينا الجنوبية. دخلت السفينة البخارية واللي يبلغ طولها حوالي 2000 قدم واللي بتسمى نورث كارولينا إلى شقيقتها، ولكن لحسن الحظ اتمكنت من نقل ركابها إلى بر الأمان، واللي كانت قبيلة الساحل مباشرة، لكن الشحنة سقطت مع السفينة. وجد بلو ووتر فينيتشر، وهو نفس الفريق اللي قام باستعاد بولاسكي، حطام الطائرة على بعد 80 قدم فقط تحت السطح. وجد فريق بلو ووتر فينيتشر، وهو نفس الفريق اللي استعاد بولاسكي، الحطام الطائرة على بعد 80 قدم فقط تحت السطح. وفي أول غطس ليهم اتمكنوا من الكشف عن عملات معدنية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، ولقوا عملات ذهبية تقدر بحوالي 5 دولارات، واللي أصبحت الآن لها قيمة لهوايات جمع العملات. الأشياء الأخرى اللي تم العثور عليها الكثير من الفضيات القديمة، وطبعا لها قيمة كبيرة في هذا الوقت، وبتعرف المنطقة دي حاليا باسم وعاء النحاس، وبيقال إنه بيسمح للغواصين الترفيهيين بالغوص حول الحطام.